وأهلا بكم من جديد مشاهدينا، وإلى القسم الأخير من برنامج صباح النور. عندما طلبت الدكتورة رولا قواس من طالباتها الستين أن يكتبن قصصهن مع التعنيف، لم تكن تعلم أنها وإن أعادت صياغة 25 قصة منها وجهزتها للنشر لن تتمكن من رؤية كتابها يرى النور. ولكن وفي إطار عملها في تنمية المجتمعات المحلية وبالتحديد من أجل تمكين المرأة، أطلقت بالأمس مؤسسة درابزين للتنمية البشرية الكتاب، وهو بعنوان قصص نساء عربيات، وذلك ضمن جلسة حوارية لمناقشته. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان المدير التنفيذي لمؤسسة درابزين للتنمية البشرية أنس الفعوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس. بداية أخبرنا باختصار عن مؤلفة الكتاب الدكتورة الراحلة رولا قواس. صباح الخير وصباح النور لك ولكل متابعين ومشاهدين التلفزيون العربي. وأكيد بنحب نبلش بأنه أحكي عن فعالية إطلاق كتاب الدكتورة أستاذة رولا قواس، اللي هي فعالية كنا من خلالها بنطلق كتاب دكتورة، قامت بفتح مساحة لطلبتها بالجامعة الأردنية. هي كانت الأستاذة الدكتورة عم تعمل بالجامعة الأردنية، كانت عم بتدرس طلاب على مادة المرأة والجندر، وأكيد هي كانت عم تفتح مساحة جدا كبيرة لطالباتها ولطلبتها ليبدعوا وأكيد يبرزوا مواهبهم وأبداعاتهم في جميع المجالات. نعم، طيب عم نحكي عن قصص نساء عربيات، لماذا وقع الاختيار على هذا الكتاب بالذات؟ في الحقيقة كتاب قصص نساء عربيات هو حصيل التعاون ما بين مؤسسة هيفنس الهولندية والدكتورة رولا قواس من خلال ممثلة مكتب مؤسسة هيفوس في الأردن سمر جبران. تعاونت مع الدكتورة رولا قواس في البداية بأنه كانت الفكرة بأنه ليه ما يكون في محتوى عربي يتحدث عن قضايا نسائية وعن قضايا المرأة بالمجتمعات المحلية في الأردن تحديدا وفي الوطن العربي. وأكيد كان هذا الإشي عم بيجي من فكرة الدكتورة رولا بأنه خلت طالباتها يكتبوا قصصهم الخاصة في مجتمعاتهم المحلية، أو حتى يكتبوا قصص كانوا عم بيشاهدوها في المجتمع بتخص المرأة وبتخص قضايا المرأة. لكن في الفترة الأخيرة بعد كتابة المسودة سلمت الدكتورة رولا الكتاب لها مؤسسة هيفوس، لكن توفت الدكتورة، لكن مؤسسة هيفوس استمرت بطباعة هذا الكتاب وتعاونت مع مجموعة من الطلبة، هاني البرغوثي مثلا، هاني البرغوثي واللي هو استمر ب خليني احكي تنقيح هاي المسودة اللي كانت عم تشتغل عليها الدكتورة رولا. ولما صار التعاون ما بين مؤسسة هيفوس ومؤسسة درابزين عملنا على انه نطلق هذا الكتاب بحلة جميلة جدا تليق بالدكتورة رولا من خلال اطلاق الكتاب. وايضا على هامش اطلاق الكتاب كنا عم نتحدث عن دور التعليم كوسيلة لتمكين المرأة من اجل القيادة. نعم، يعني مثل ما عم تقول هذا الكتاب تطلقونه اليوم ضمن محور التعليم كوسيلة لتمكين المرأة، خاصة وأنه يحتوي على قصص من الواقع، قصص حقيقية، فكيف يمكن لمحتوى هذا الكتاب برأيك أن يقوم بهذا الدور المرجو منه؟ أشكرك، هذا سؤال جدا مهم، لأنه لما نتحدث عن مصادر معرفية باللغة العربية تتحدث عن الجندر أو تتحدث عن أدوار المرأة بالمجتمع المجتمعات العربية نجد شح بهاي المصادر المعرفية اللي ممكن يرجع لها الطلبة أو حتى يرجع لها الشباب العربي. فكان هذا الكتاب هو حصيلة أنه ما هي تجارب المرأة في المجتمع المحلي، إن كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي أيضا. على هامش إطلاق الكتاب إحنا كنا عم نتحدث من خلال جلسة حديث قهاوي اللي هي أحد الأدوات اللي عم نستخدمها مؤسسة درابزين للحوار وللخروج بمبادرات من الممكن أن تساهم في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية. ناقشنا التعليم كوسيلة لتمكين المرأة من أجل القيادة، وخرج المشاركين بهذه الفعالية أو هذه الجلسة بمجموعة من التوصيات. كانت بدايتها أنه يجب النظر أو إعادة النظر بالصورة النمطية التي
نراها في المناهج التعليمية في التربية والتعليم بما يخص أدوار المرأة. زي ما بنعرف دائما المرأة هي دورها في التربية والتعليم أو في النصوص الموجودة للأسف أنها دورها فقط في المنزل فقط في التربية، لكن هي لها أدوار أخرى أيضا في 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 العديد من المجالات كالسياسة والاقتصاد وغيرها. نعم. أيضا بجوز واحدة من الأشياء اللي كنا عم نطلع عليها السياسات العامة داخل وزارة التربية والتعليم اللي هي بتخص مثلا لا يوجد أمين عام وزارة التربية والتعليم امرأة ولا وزير التربية والتعليم امرأة. هذا للأسف يجب أن نرى أو نعيد العمل عليه ونرى كيف ممكن أن نطور من المنظومة والسياسات الداخلية لوزارة التربية والتعليم أو حتى المنصات التعليمية. أيضا آخر توصية بجوز طلعت كمان مع الموجودين أنه الدكتور عمر رزاز وزير التربية والتعليم قبل فترة تحدث عن أنه يرغب بدمج أو تخصيص 20% من المنهج التعليمي بالمدارس لنشاطات لا منهجية. فكانت واحدة من التوصيات أنه لماذا لا ندمج دور المرأة في هذه النشاطات اللامنهجية ونتحدث أكثر عن دور المرأة في القيادة أكثر، يعني ممكن نجيب قدوات نخليهم يدخلوا داخل المدارس، نكون عم نحكي عن القياديات الموجودات في المجتمعات العربية أمام طلبتنا في المدارس واللي ممكن من خلالها نغير النظرة أو الصورة النمطية الموجودة، ومن خلالها أيضا نصنع قيادات أخرى داخل مجتمعاتنا تكون قيادات نسائية. نعم سيد أنس، الكتاب بيتناول تجارب العديد من النساء العربيات على اختلاف يعني بلدانهم وأطيافهم، عفوا يمكن حتى الأطياف أكثر، وبيعكس حتى يعني المرأة بمعاناتها اللي بتحس فيها. إلى أي مدى برأيك المرأة العربية أصبحت قادرة على البوح بكل ما بيتعلق بالعنف اللي بتتعرض له؟ أعتقد أنه يعني لازلنا نعاني من إقصاء للآخر في بعض الأحيان، وهذا بيسبب انه المرأة احيانا لا تستطيع ان تتحدث عن العنف الممارس ضدها او الممارس ضد النوع الاجتماعي بالتحديد. لكن مساحة كمساحة اللي فتحتها الدكتورة رولا قواس وهي نموذج جيد للقياديات النسائيات في في العالم العربي، هي فتحت مساحة لطالباتها للتحدث عن وتوثيق هاي القصص والعنف الممارس ضد المرأة، وحتى كمان قصصهم القيادية اللي موجودة في نساء في القصص الموجودة. هم كانوا بوضع اقتصادي سيء لكن استطاعوا أن يكملوا دراستهم، كان في منهم ما بيقدر يكمل دراسته بسبب المجتمع لكن قدرت تكمل ووصلت دكتوراه. فمساحة كالمساحة التي فتحتها الدكتورة رولا هي مطلوبة اليوم من أجل فتح المجال لتقبل الآخر لتقبل المرأة، وفتح مساحة للمرأة من أجل الحديث عن همومها وعن متطلباتها وعن رغباتها في المجتمع المحلي. إذا بدنا نضلنا حول هذه النقطة بالتحديد الهامة جدا بنظري، يعني جرأة المرأة اليوم وقدرتها على البوح والخروج إلى العلن بالعنف الذي تعرضت أو تتعرض له، قديش كان يلي شاركوا بكتابة أو يلي يحمل الكتاب تجربتهم الخاصة، قديش كان عندهم محاذير معينة أو طلبات معينة أو تعرضوا يمكن لضغط من أهلهم؟ ما بعرف في عندك معلومات شاركنا إياها بهذا الإطار. بالحقيقة هناك ضغوط بكل تأكيد لما نكون عم نحكي عن قصص تحمل أسماء أصحابها الحقيقيين. في من بعض الأشياء كانت أنه بعض الطلبة كتبوا قصص هم يعني كانت عم بتكون بأسماء وهمية أو أسماء متخيلة ليست قصصهم الشخصية، لكن معظم الكتاب كان عم بتحدث عن تجربة خاصة بالطلبة الموجودين. أنا بجوز من هون بدي كمان يعني أستثمر بوجودي معاكم وأطلق نفس الطلب اللي كان عم بطلبه مجموعة الحضور اللي كانوا موجودين امبارح بحفل إطلاق الدكتورة كتاب الدكتورة رولا، إنه نعمل إحنا أطلقنا زوبعة إلكترونية حملة إلكترونية على الإنترنت على صفحتنا على فيسبوك دربزين هيومن ديفلوبمنت على هاشتاج عم بحكي عن هاشتاج التعليم من أجل كوسيلة لتمكين المرأة من أجل القيادة، واللي بنخاطب فيه وزير التربية والتعليم من أجل النظر أو إعادة النظر في المناهج في التربية والتعليم، وأيضا عم نطالب بأنه إذا في كان إمكانية أنه يمثل أحد القياديات في مؤسسة دربزين أو حتى في المجتمع بالأردن تكون عم بتزور وزارة التربية والتعليم وتقوم بمهام وزير التربية والتعليم جنبا إلى جنب مع
وزير التربية والتعليم عمر الرزاز كطريقة أو كأسلوب لتشجيع الباقي ويعتبر قدوة للآخرين لتمكين المرأة من أجل القيادة. نعم، أنا بدي أرجع هيك لمؤسسة درابزين، يعني عم تحكي لنا عنها، عندي سؤال هيك، ليه اخترتوا هالاسم؟ درابزين، اعتقد انه التنميه، يعني هو احنا بالعاده لما نسال هذا السؤال بنرجع بنجيبه نفس السؤال، ليه ايش تخيلت لما تسمع درابزين؟ فعلا هي درابزين لما نحكي التنمية احنا عم نطلع درجات نحو مستقبل افضل، نحو تنميه وتغيير جيد للمجتمعات ومستقبل افضل لمجتمعاتنا وحتى الاجيال القادمه. فالدرابزين احيانا لما نكون تعبانين احنا بنمسك فيه بنسند فيه وبيحمينا ايضا. فكانت فكرة درابزين هي عم تطلع من انه احنا بدنا نبني مجتمع كامل ممكن يكون عم بيكون مجتمع ساند ومجتمع داعم ومجتمع حماية للآخرين، يخلق تنمية مختلفة في مجتمعاتنا. جميل جدا. ما هي نشاطات درابزين المقبلة؟ أشكرك على هذا السؤال. المقبل عندنا رح نطلق عندنا مشروع اسمه أبشري، هو مختص بمواضيع لها دخل بتمكين المرأة من أجل القيادة. في معنا 21 سفيرة وسفير في سبع محافظات في الأردن، أطلقوا 21 مبادرة، رح نطلق فيديوهات إعلانية عنهم اليوم، رح يتم إطلاقهم على صفحة درابزين للتصويت لمدة 14 يوم، رح يكون مدة التصويت عليهم أونلاين. بعدين رح تم جمع كل السفراء من سبع محافظات وعمل حفل، راح يكون في لجنة تحكيم راح تقيم المبادرات وراح نمنح ثلاث مبادرات مبالغ مالية ليتم أو منح ليتم تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع. وهذا المشروع استمر من نهاية 2017 وراح يستمر لنهاية يعني إلى تقريبا شهر 7 هاي السنة. عندنا أيضا برنامج اسمه خيميائي ويهتم بتسهيل أو تبسيط العلوم من خلال فيديوهات عن طريق قناتنا على يوتيوب. وعندنا برنامج حديث قهاوي واللي هو وسيلة للحوار ولخلق مبادرات في المجتمعات المحلية. نعم. وعندنا أكاديمية اسمها أكاديمية المناظرة، أنا عم بحاول يعني أجمل كل المواضيع الموجودة ما شاء الله. نعم، يعني كل التوفيق لكم، وعن جد يعني كثير انبسطنا بهالفقرة اللي كانت كثير مميزة. شكرا. بدي أشكرك المدير التنفيذي لمؤسسة درابزين للتنمية البشرية أنس الفعوري، وكل التوفيق لك. شكرا لكم. هلا انا وانت وعد بدنا نروح لموضوع ثاني، عم نحكي عن اليمن اليوم. هو معرض اراد المتحدث الرسمي الاقليمي في اللجنه الدوليه للصليب الاحمر رالف الحاج من خلال عدسته انه يوثق في معاناه الشعب اليمني عبر صور حيه التقطها اثناء مهمته الاخيره في اليمن خلال تفشي وباء الكوليرا. خلينا نشاهد التقرير سويا.